ما اعتقدش انه ما فيش انسان حتى لمح لمحه من كتابات احسان عبد القدوس، لانه كتاباته مؤثره، كتاباته فعلا هي اللي يعشقها يعتبرها تحت الجلد. تحدث عن الحب في عذريته المطلقه، وتحدث عن جوانب كثيره يمكن ما كانش حد يقدر يستوعبها او يتطرق لها او يتحدث عنها باستفاضه. تحدث كمان عن الامومه، رغم ان هو يعني رجل عبر عن الامومه. يمكن نبيل عبيد لما عملت فيلم العذراء والشعر الابيض قالت ان انا ما جربتش احساس الامومه، اتعلمته من احسان عبد القدوس. الله الله. فاحسان عبد القدوس يمكن على يقف بالتوازي مثلا مع نزار قباني في التعبير عن مشاعر المرأة، ولكن ده بشكل وده بشكل تاني. معظم اعماله اخذت عنها الاعمال السينمائيه، والحقيقه كانوا دايما السينمائيين يقولوا انه الروايه بتاعته عامله زي السيناريو، احنا ما بنحتاجش حتى نعمل لها معالجه، هي زي ما بتتعمل كده بننفذها. طبعا زي ما قلتي فعلا محدش اللي ما قرالوش على الاقل شاف رواياته من خلال الاعمال السينمائيه ويقدر يميزها عن غيرها السيناريو، لانه سبحان الله هو متربي في بيئه كلها ثقافه. روزا اليوسف والدته فاطمه اليوسف او روزا اليوسف، روزا اليوسف كما يطلق على اسم المجله. جميل ان تكون هناك عمق، يكون هناك دفء في البيت، فتلاقي حتى في ابداعاته او تعثر خطواته الاولى، لكنه عارف في الاخير ايش هينجز. هو فعلا انجز هذا في يمكن الجزء الاخير من عمره. اجمل افلام فعلا كانت ماخوذه عن روايه احسان عبد القدوس. خلينا نشوف يعني هذا او هذه المبدع عن احسان عبد القدوس. اتهمه الادباء والنقاد بانه صاحب مدرسه قصصيه تدعو للرذيله، لكن من يقرا رواياته بوعي يدرك ان قصصه تدعو للفضيله. انه الكاتب الروائي المصري احسان عبد القدوس. نشا احسان في اسره فنيه، فوالدته السيده فاطمه اليوسف تركيه الاصل لبنانيه المولد، وهي مؤسسه مجله روزا اليوسف ومجله صباح الخير. أما والده محمد عبد القدوس فقد كان ممثلا ومؤلفا. درس إحسان في مدرسة خليل آغا بالقاهرة، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرج إحسان من كلية الحقوق عام 1942 لينتقل بعدها للعمل الصحفي بمجلة روزا اليوسف. وخلال عمله الصحفي فجر العديد من القضايا الهامة الشهيرة، ومنها قضية الأسلحة الفاسدة مع الجيش المصري عقب حرب فلسطين عام 1948، والتي تعرض بسببها لمحاولة اغتيال بالطعن بسكين من الخلف، والتي كانت هي المحاولة الأولى ضمن 4 محاولات اغتيال فيما بعد. كتب إحسان أكثر من 600 قصة، وقدمت السينما عددا كبيرا من قصصه، ومنها لا أنام، لا تطفئ الشمس، أنف وثلاث عيون، دمي ودموعي وابتسامتي، العذراء والشعر الأبيض، وغيرها من الروايات الناجحة. حيث أن أدب عبد القدوس يمثل نقلة نوعية متميزة في الروايات العربية إلى جانب أبناء جيله الكبار من أمثال نجيب محفوظ، يوسف السباعي، ومحمد عبد الحليم عبد الله. لكن إحسان تميز عنهم جميعا بأمرين، أحدهما أنه تربى في حضن الصحافة وتغذى منذ نعومة أظافره على قاعدة البيانات الضخمة التي تتيحها الصحافة لاختراق طبقات المجتمع المختلفة. وكانت الصحافة وصالون روزا اليوسف والعلاقات المباشرة بكبار الأدباء والفنانين والسياسيين ونجوم المجتمع هي المنبع الذي أتاح لإحسان عبد القدوس أن يصور الجوانب الخفية في الحياة المصرية. وقد نجح إحسان في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، حيث ترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية والأوكرانية والصينية والألمانية. وقد منحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، كما منحه الرئيس محمد حسني مبارك وسام الجمهورية، وشارك بإسهامات بارزة في المجلس الأعلى للصحافة. وقد توفى إحسان عبد القدوس في 11 من يناير عام 1990، وما زال اسمه يلمع عالميا بأعماله وابداعاته المتميزة. إذا عام 1990 كان يعني مش هنقول انها نهاية حبر القلم، ولكنها بداية لقراءة ما لم يقرأ. المبدع فعلا لا ينتهي لا ينتهي ابداعه بنهايه حياته، لانه ابداعاته موجوده دائما بتمثل مداد لا ينضب.